هذا اللقاء مشروع الأئمة باش يتصلوا بيناتهم، كيكون الحمد لله لقاء سنوي. الغاية من هذا اللقاء هو الأئمة كيعاودوا يجددوا الاتصال بيناتهم في نفس الوقت، يعني كيكونوا طلبة ومدارس عتيقة من جميع أنحاء المملكة كيجيو الحمد لله المكان باش يصلوا الصلة بعضياتهم. في نفس الوقت يعني كيكونوا بعض الكتب النادرة، بعض التقريرات، يعني كيكونوا هنا سبحان الله العظيم، وكيكون واحد التلاحم بين الأئمة سبحان الله العظيم. هذه هي الغاية باش كيجتمعوا هاد يعني هاد الأئمة وهاد الخطباء وهاد العلماء. هذه هي الغاية. هاد الموسم كيكون جميع أنحاء المملكة المغربية كيجيو لهاد الموسم، يعني سوس، طنجة، تطوان، الداخل، جميع أنحاء المغرب كيكونوا هنا. بطبيعة الحال يعني كيجيو مدارس عتيقة، كيجيو معاهم التلاميذ ديالهم. في نفس الوقت يعني كتكون ختمات ديال القرآن هنا، كيكونوا ختمات ديال القرآن ربما صباحا ومساء، القرآن يتلى أنا الليل وأطراف النهار. كذلك في نفس الوقت يعني هذه فرصة باش الناس يتعرفوا على المدارس العتيقة. في نفس الوقت يعني كيشوفوا يعني الخدمات اللي كيديروا، الا كان خصهم شي حاجه المسنين كيتعاونوا معاهم. يعني هذه فرصه ومبادره طيبه باش الناس تعرف مدارس العتيقه وتعرف طلبه العلم، وفي نفس الوقت انا كتشجعهم ماديا ومعنويا. انت كنجيو لهذا الموسم السنوي المدارس العتيقه والطلبه التعليم العتيق كيجيو لهذا الموسم وكيزوروا فيه وكيديروا فيه صله رحم فيما بينهم. هذوك اللي كينشروا شي حاجه كيقولوا راه فيه الشرك وداك الشيء، راه داك الشيء ما كاينش، لأن هذا الموسم كيجيو له الناس وكيزرو بعضياتهم وفيه شحال من الإيجابيات. الطالب إلا كيجي لهنا كيكون فيه واحد الرغبة باش يحفظ القرآن بحال استنهاضا للهمم، كيجي وكيشوف الإخوان ديالو، هو مثلا ما داش بزاف ما كيقراش، كيجي لهنا وكيشوف الأقران ديالو وكيقرا، وكتكون فيه واحد الهمة العالية باش حتى هو يقرا، وكيرجع بواحد الهمة العالية. وفيه حتى وكيشوف كما قلت صلات الرحيم. المهم الايجابيات ديال هذا الموسم راه كثيره. هذوك اللي كيقولوا راه فيه الشرك، راه الشرك الا كنا كنجيو مثلا وكنستقبلوا هذا الضريح، كنقولوا مثلا كنمشيو كنصليو فيها، ولا كان مثلا كنمشيو وكنستقبلوا الضريح، داك هذا الشيء هو الشرك. اما الانسان كيجي وكيدعي وكيشوف الائمه وكيشوف الفقهاء وكيدعي، هذا الشيء اللي كاين في هذا الموسم، ما فيهش لا شي حاجه لا شرك لا شي حاجه ابدا. خير هذا الموسم هذا درت لي من سكواس على سكواس، رقصت من كل الفقهاء كل العلماء النواحي المغرب كله، كل اللي داري لنا المدارس بقرن يزدموا لنا غير الخيرات. الخيرات الا قيس الخير قوتن رقصت من قرن الدن، الا قيس الخير الا قيس العدد نطلبها رت من قرن قرات سن، الا موريز رينا قماس نعامين ثلاث سنين من قرن ديس غير موسمات. الخيرات الا قيس الخير قوتن كل العدد العلماء دي التشكان، الا العدد مدن كله غير الخير دي التشكان ساس الخيرات، الا قيس رقص نزا مدن كله يرقص نزال الخيرات التقليدي كله، واللي داري لا الكتب اللي قديمن ولا داري لا كيران غاد كله أرين الزاغ الخيرات. الخيرات المهم يعني تعمر تبارك الله مليح، حتى من هذا الخيرات ما من كيعمر الخيرات يفركي بزاف. ارتستشكن كله ما غير كل ويلي غير الخير ارتلين غير الخيرات.